لاباط تاعنا تاع لاكيش نبداو بسم الله. نبدا نحب نبدا دائما بالخميره. دونك الخميره عندي خميره لا ليفور بولونجي، خميره تاع الخبز. ندير مغرفه كبيره بصح ماشي معمره بزاف. ونزيد نفس المغرفه تاني ماشي معمره بزاف تاع سكر. الوغ ندوبوهم بشويه ماء. بسم الله. بوغ لي ميزور تاع لي زانغغيديون ديالنا تلقاوهم كاع في لا بار دانفو. دونك بوغ لي الكيلات الوزن تاع جميع المقادير تلقاوهم في صندوق الوصف. نزيد مغرفه كبيره ونص تاع ياغورت ناتور اللي هو زبادي ولا كيفاش عيطولو، ياغورت طبيعي. فوالا نخلط كلش ندوبهم كشغل. توجور بنفس المغرفة نزيد الزيت. دوكا الزيت حندير زوج مغارف زيت بلوتو ثلاثة. بسم الله. واحدة زوج ثلاثة. دونك المغارف اللي نكيل بهم هي مغرفة كبيرة تاع الماكلة. الوغ الماء درت بهاد كيلت بهاد الكاس الماء ما كملتوش، دوك نزيد نكملو. دونك درت كاس هكا تاع الماء، خلطوهم حتى يدوب هذاك يدوب الخميره يدوب السكر. الوغ دوكا نزيدو لو بلون دوف، بياض البيض، بياض بيضه وحده. الوغ هاد البياض تاع البيضه اللي حنزيدوه هو يكون عندنا ديجا هذاك الصفا، نخلوه باش نسحقوه باش نزينو به في الاخر. دونك عندك حبه بيض خبي الصفار تاعها والبياض حطيه في الخليط وحركي هكايا مليح. دوكاتي كنبدا نزيد الفرينه. دونك انا يعني نكيل قلت لكم بهذا الكاس اللي كيلت به الماء نكيل به الفرينه. نبداو بسم الله. واحد نسيت الملح، دونك نزيد شويه ملح، قرصه ملح. نزيد دوكاتيك الكاس الثاني تاع الفرينه. نزيد الكاس الثالث تاع الفرينه. الوغ عاودت وليت لكم بعد ما لميتها. كاينه حاجه برك حبيت نقولها على هاد العجينه، العجينه اللي تكون فيها الحليب ولا الياغورت، جينيرالمون الياغورت تجي تقعد غير تتلاصق، تقعد غير تتلاصق ميم سي تقعد ديدي لها في الفرينه تلميها مي تقعد تتلاصق لك. الوغ دون سو كا واش نديرو، نزيدو لها الفرينه القصبه تتلم تولي لنا هكا ملمومه تولي عجينه. واش نزيدو لاستوس سي كو نزيد لها ندهنها من الفوق بالزيت، ندهن قسمه، ندهن يديا برك ماشي الزيت بزاف، هكا قسمه ندهن هكا يديا ونرفدها وندهنها كاع من الفوق هكا باش ما تلصقش، باش ما تقعدش تلصق لي في يدي. نغطيها ونخليها بوندون 45 مينوت، واحد 45 دقيقه ونعاود نولي. الوغ بور لا صوص بيشاميل انا ديجا درت اون فيديو عليها، جو ولي با نعاودها هنايا باش ما نطولش عليكم. الا تحبوا نعاود نديطاي لكم لا غوسيت تاع لا بيشاميل قولوا لي. هنايا انا زدت حبيبه بيض باسكو دونك ما ولاتناش لا صوص بيشاميل، ولات حاجه واحده اخرى خاطر زدنا لها حبه بيض باش تولي لي بلو كونسيستانت تاعي لا فارس. الا تحبوا ما تزيدوش حبه بيض سي فاكولتاتيف، تقدروا ديروا غير لا بيشاميل، البيشاميل سون بيضه. مي يلفو بيان تتحرك بعد ما ديروا البيضه فوق النار، لازم تحركوها بيان باش ما يطيب لكمش هذاك البيض من الفوق هكاك. كيما راكو تشوفوا كيفاش خرجت لي لاصوص تاعي، خرجت فريمون سوبل وشابه. دونك نيزيتي با تقولوا لي على لا روسيت الا تحبوا نحطها لكم. الوغ بوغ لا فارس تاعي درت ان صوص بيشاميل كيما قلت لكم وزدت لها
حبيبه بيض. دوكا انا عندي هنايا شويه دجاج مفتت. الوغ هذا الدجاج انا ماشي طيبته سبيسيال بور لا كيش، هذا ديجا كان طايف مرقه مقعد دونك فتتو، دونك ماشي اوبليجي تحط باش ديرو اون كيش تاع الدجاج تحط طيبو ديجا در دجاج، ولا يسيفي يكون عندك شويه دجاج ديجا طايب وما كونسوميتوش، تقدروا تعاودوا تستعملوه في لاكيش تاعكم. دونك عندي هنايا اون صوص بيشاميل فيها حبيبه بيض خلطنا مليح، نرمي لها الدجاج تاعي اللي كنت فتتو. ولا تحبوا طيبوها سبيسيال لاكيش يا با سوسي، انا بوما ما طيبتش الدجاج تاعي سبيسيال بور لاكيش ديجا كان عندي. نزيد لها حبيبات الزيتون، نخلطهم بيان، نزيد الفرماج. الفرماج ديرو كيما تحبوا، لافارس تاعي سي سامبل، سي تري الي تري سامبل، ودوك تشوفوا فريمون الي تري تري بون. دونك طيبتو تاعكم الدجاج وحدو سبيسيال بور لاكيش، لاصوص هذيك تاع البصل تقدروا تزيدوها في لافارس. انا دوكا عندي لاصوص باش تزيدوها في لافارس باش فيها البصل ايتو، تقدروا تزيدوها. نغزت شويه لاصوص تاعي تاع البصل اللي طابت فيه اللي طاب فيه الدجاج وخلط. دوكا يا نجبدو تاعنا هذيك لاباط، اي طلعت خمرت بيان. دوك نهبط لها هذاك فوالا. الوغ دوكايا واش ندير، نقسمها على زوج. بون جهه تكون وحده تكون كبيره على الاخرى، هذه يا باسكو صغيره اللي حنغطي بها، وهذه الكبيره اللي حتجي من التحت لا باس تاعنا. نحلها هكا، نبدا شغل نحلها غير بيدك. نحط تاعي العجينه هذيك في بلاطو، انا تقدروا تحبوا تدهنوه وديروا له الزيت والفارينه، ولا ديروه ديراكتومون سوغ ان باتي كويسون هكايا وتحلوها. حلوها بيدكم برك تتحل العجينة تاعي، تكون تتحل كي تعاونوا روحكم بالزيت خير، ما تبقاش تلصق لكم فارينا سي فغي، مي تبقى تلصق الزيت بالخف، وهكاك الفارينا تزيد تيبس لك العجينة. هكا بيدك هاديك تاعنا العجينة الأخرى نحلوها. نفرغ هذيك لا فارس تاعي في العجينه، نحطها هكايا بيان. درت لها شويه فرماج ودوك نغطيها بالعجينه الاخرى اللي بقات لي. بسم الله. غطيناها هكايا كاع، نثقبها كيش تاعي. زينتها بالفوق، درت لها الجوندة في صفار البيض، ودرت لها السانوج وشويه معدنوس يابس، ونحطها في الفوغ بوندون 10-15 مينوت، نقعد نعس فيها على درجه حراره 200 درجه. الوغ عاودت وليت لكم بعد ما طابت تاعي لاكيش، تحمرت لي حمرتها بيان. دوك نقسم لكم شوفوا. بسم الله. شوفوا كيفاش جات،
الشهي. ما بقى لي غير نقول لكم بالصحة والسلام.